السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي واخواتي، وحشتوني وحشتوني جدا. طلع علينا مدير المالي لنادي الزمالك اسمه الأستاذ أحمد فؤاد الوطن، طلع بتصريح ليه غريب غريب بجد والله. طلع بيقول ايه؟ سيتم عمل أمر أداء على اللاعب كهربا استنادا للحكم الصادر للزمالك بالغرامة المالية، بناء عليه سيتم الحجز على أرصدة كهرباء في البنوك ومستحقاته لدى النادي لحين سداد الغرامة. طب ازاي؟ طب انت جبت الكلام ده ازاي؟ اهو طلع عليك واحد خبير اللوائح عامر العميرة، طلع بيرد عليه، يعني بيقول استاذ احمد فؤاد الوطن المدير المالي لنادي الزمالك بيقول انه هيحجز على اموال كهربا بالبنوك ومستحقاته لدى النادي الاهلي. احب اقول له معلش بتريح، فمعلش يا استاذ فؤاد الوطن، معلش يا استاذ فؤاد الوطن، معلش انا حابب ان انا اقول كلمتين في الموضوع ده. انت دلوقتي بتقول انك انت هتحجز على ارصدة كهربا في البنوك، في دي ممكن تحصل، انا معاك في دي، انما هتحجز على مستحقات لاعب جوه النادي الاهلي؟ طب ازاي؟ طب انت ما تعرفش ان انا ممكن اسحب فلوس، انا كنادي اهلي ممكن اسحب فلوس واروح جاي مديها لكهربا من غير ما انت ما تكون عارف؟ طيب انت تعرف ان النادي الاهلي اللي هو بيحب بيعمله؟ طب هل انت الكلام ده انت دارسه كويس؟ هل لما المحامي بتاع كهربا يسمع الكلمتين دول هل ممكن هيسكت مثلا على حق كهربا؟ مش حق كهربا ان هو هيرد عليك والكلام ده كله، لا، بالقوانين هيرد عليك بالقوانين، وساعتها هيكون اثبتت لنفسك انك انت قلت كلام انت مش فاهم توابعه هيكون ايه. تمام يا راجل يا راجل، ده استاذ القانون، رئيس النادي السابق، استاذ القانون اللي هو تقريبا عارف كل حاجه في القانون، اللي بيشكك في كل حاجه في القانون، معرفش يعمل حاجه في غرامه كهرباء. انت كمدير مالي جوه النادي الزمالك جاي تقول كلمتين زي دول؟ طيب انت كنادي المفروض انك انت محجوز على الارصده بتاعتك، هل ممكن تقول لي كنت بتأيد لعيبه ازاي؟ طب هل ممكن تقول لي سيف الجزيري في عز ما القيد كان موقوف، استاذ حسين لبيب ولا كابتن حسين لبيب أيده ازاي؟ الفكره مش في انك انت بتتكلم كلام مش مفهوم او انت مش فاهمه، الفكرة في انك انت بتتكلم في حاجة حصلت مع نادي الزمالك، ومع ذلك الزمالك مكمل ومفيش اي مشكلة. مع العلم لو اي نادي تاني، لو اي نادي تاني حصل فيه ربع المشاكل اللي موجودة في الزمالك كان زمانه اتقفل، وكان زمان النادي ده بقى قاعة افراح بالليل. تمام، فياريت في مثل بيقول اللي بيته ازاز ما يحدفش الناس بالطوب، فما تجيش انت تقول كلمتين انت مش عارف توابعه ايه، سواء كان من نادي سواء كان من اداره النادي الاهلي او سواء من المحامي بتاع كهربا. وهو ده مجمل الكلام كله اللي انا حابب ان انا اقوله في اخر الفيديو. بص على مشاكل نادي الزمالك وحلها، وبعد كده فكر في يعني الحاجة اللي الزمالك عايزها، بالمعنى الأصح بص على مشاكل الزمالك وحلها، وبعد كده فكر في حق الزمالك في الفلوس من ناحية أي لاعب. أنت عندك شيكابالا اللي القيد موقوف بسبب نادي لشبونة، أنتوا مش عارفين تدفعوا الغرامة بتاعته اللي هو 1.5 مليون، ده صراحة يعني احنا بنتكلم دلوقتي كورة وقلم، انتوا مش عارفين تحلوها، مش عارفين تدفعوها، جايين بتفكروا في الغرامة اللي على لاعب، والمفروض ان انت عندك لاعب بقاله اكتر من 8 سنين بيلعب، وفي نفس الوقت الغرامة بتاعته ما دفعتش. طب ازاي؟
طيب خليكوا بقى ورا موضوع غرامة كهرباء لحد ما كهرباء يعتزل. دلوقتي طبعا انا وصلت طبعا لنهاية الفيديو، طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تقول لي رأيك في الكومنتات، ولو انت بتتابعني من عن طريق اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الجديد بتاعي، وريت انك انت ما تنساش تدعمني بلايك، ولو انت بتتابعني من عن طريق الفيسبوك ما تنساش تعمل فولو او متابعة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الجديد بتاعي، وريت انك انت ما تنساش تعمل شير للفيديو عشان خاطر الفيديو يوصل لاكبر عدد من الجماهير الاهلاويه. ودلوقتي اقدر اقول لك سلام.